أبنائي الطلاب، السلام عليكم. اللقاء الأول في الباور بلانتس انجينيرينج، مساق الباور بلانتس انجينيرينج، المحطات الطاقة. اليوم الثلاثاء 24 من مارس 2020. أتمنى إنكم تكونوا الآن جاهزين بعد ما حملنا الوحدات امبارح ونزلنا الفيديو التحضيري او التقديمي الانترودكشن عن خطتنا ان نبدا بمساق الباور بلانتس انجينيرنج كبايلوت كورس نبدا فيه من اليوم ان شاء الله. اللقاء الاول طبعا احنا قسمنا هذه الوحدة اللي هي الوحدة الثانية، طبعا الوحدة الأولى زي ما أنتم عارفين تم تغطيتها بالكامل اللي هي كان اسمها هاي بريشر أو هاي بريشر أو مين بويلرز، تم تغطيتها بالكامل وأخذنا عليها كويز تحريري. الآن الوحدة الثانية في مساق الباور بلانتس انجينيرينج اللي هي اسمها ستيم توربين سيستمز. الوحدة الثانية قسمت إلى أربع لقاءات، اليوم اللقاء الأول إن شاء الله، واللقاء الثاني يوم الأربعاء القادم، يوم الأحد القادم، ويوم الأحد ببلغكم إن شاء الله باللقاء الثالث متى والرابع. إذن الوحدة الثانية تقسم إلى أربع لقاءات. اللقاء الأول اليوم راح يكون لقاء بسيط وممتع إن شاء الله، اللي هو يتعلق بالثيوريتيكال سايكل للبخار، وهي جزئية مهمة جدا عشان نستطيع ان نفهم ونتعمق قليلا في تقنيات البخار وكيف يتحول الطاقة البخار اللي هي الحرارة والضغط الى طاقة ميكانيكية يمكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء. نبدأ الان في توضيح لقاء اليوم. لقاء اليوم يتكون من ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول اللي هو single and combined power generation plants، كما هو ظاهر الآن على الشاشة اللي هو الصفحة الأولى في الوحدة أو بداية الوحدة. open discussion steam power generation simple will combined cycle. بعدين العنوان اللي بيجي بعده على طول اللي هو المحور الثاني الرانكاين سايكل بروسيسز، اللي هي ما الذي يحدث داخل وحدات البخار، ما الذي يحدث اللي هو بيز سمبل ثيرموداينامكس داخل مكونات وحدات البخار. بعدين المحور الثالث اللي هو how can we increase، المحور الثالث اللي هو how can we increase the efficiency of Rankine cycle بحالاتها الثلاثة، اللي هي الحالة الأولى اللي هي اسمها lowering condenser pressure، الحالة الثانية superheating the steam to high temperatures، الحالة الثالثة increasing the boiler pressure اللي طبعا بتساهم بزيادة كفاءة ولكن بيصير فيها مشكلة. المشكلة هذه بنتغلب عليها بالideal reheat Rankine cycle، ونختم بها لقاء اليوم اللي هي عبارة عن السايكل المطبق في كل وحدات البخار الموجودة حاليا في العالم. نبدأ بسم الله في المحور الأول زي ما حكينا اللي هو open discussion steam and combined cycle power plants. كما هو موضح أمامكم أي power steam power generation plant مكونة من أربع أجزاء رئيسية أو أربع مكونات رئيسية: الستيم بويلر، الستيم تيربين، الكوندنسر والفيد بامب. طبعا هذا اللي هو احنا بنحكي على البيزك، بس يوجد العديد من الاكسسوارات.
كم هائل من الاكسسوارات واللي فيكم بزور وحدة توليد كهرباء غزة ممكن يميز ويشوف بعينه، وإن شاء الله بيصير قريب هذا الزيارة. الآن اللي موجود أمامكم البويلر، حيث يتم انتقال الحرارة من الهيدروكربون فيول سواء كان ليكويد أو غاز، يتحول الماء إلى بخار سوبر هيتد ستيم، ينتقل إلى التوربينة ستيم توربين، تحول طاقة الانثالبي اللي هي بريشر اند تمبريتشر الموجودة في السوبر هيتد ستيم إلى روتيشن على الشافت، بدور الجنريتور بولد الكهرباء. الآن الاكزوستد ستيم أو الستيم بعد ما ينهك ويأخذ معظم الطاقة اللي فيه، بدخل على الكوندنسر اللي هو مجرد هيت اكستشينجر، مبادل حراري، حيث يفقد الستيم ما تبقى من حرارة فيه وتحول إلى ليكويد اللي هو مية كوندنسيت. هذا الكوندنسيت ينتقل من خلال، يضغط من خلال الفيد بومب، بويلر فيد بومب، مرة تانية للبويلر وتتكرر الدورة. هذه اللي هي بسموها مونو أو سيمبل ستيم باور جينيريشن بلانت. الآن الكومبايند وهي اللي موجودة عندنا في محطة التوليد في غزة، اسمها كومبايند سايكل باور جينيريشن. في تشابه كبير أو في بالنهاية في تطابق ما بين معظم المكونات، ولكن يضاف اللي هو المكون اسمه غاز توربين، اللي هي توربينة غازية. توربينة الغازية سيتم شرحها في الشق الثاني من المنهج، ولكن هي باختصار هي عبارة عن توربينة تدور من خلال الطاقة اللي موجودة بالغازات الناتج عن الاحتراق داخل التوربينة، داخل الكومبشن تشامبر في الغاز توربين. الغازات اللي طالعة بتكون فيها ضغط عالي وحرارة عالية وضغط، بس احنا بنحكي عن حرارة الآن، حرارة تصل إلى 450 إلى 550 درجة مئوية، تدخل على البويلر وتعمل نفس عمل الفيرنس والكومبشن أو البيرنر اللي موجود في السيمبل سايكل. هذا الحرارة تنتقل إلى الأنابيب في صفوف من الأنابيب داخل البويلر، اللي هنا بسموهش بويلر، بسميه ويست هيت ريكفري بويلر، لأنه هو عبارة فعلا عن استفادة من الحرارة الموجودة في العادم اللي خارج من الغاز توربين. الآن البخار اللي طالع من الويست هيت ريكفري بويلر بدخل على ستيم توربين، ومن الستيم توربين ينهك ويستهلك كل البخار، كل الطاقة اللي في البخار اللي هي الانثالبي، بتدور الجنريتور بالضبط زي ما كان في السيمبل سايكل. البخار ما تبقى من طاقة في البخار يتم طردها في الكولينج سيستم تبع المبادل الحراري اللي هو اسمه كوندنسر، وبعدين يتم ضخ المية. الآن مية في درجة حرارة مرتفعة، ولكن ليكويد ستيت في حالة السيولة التامة، من خلال الفيد تانك يتم ضخها مرة أخرى إلى البويلر. هذه اسمها كومبايند سايكل. إذن الآن عرفنا إيش يعني ستيم باور جينيريشن سيمبل سايكل، وإيش يعني كومبايند سايكل، وأرجو أنكم تعرفوا الفروق بينهم ومكوناتهم، لأنه موضوع مهم في الحياة العملية وفي الحياة النظرية في الكلية أيضا بالنسبة لما هو آت في هذه الوحدة. هذا الجزء الأول من المحور الأول من وحدة اليوم أو من جزئية اليوم. الجزء الثاني اللي هو رانكان سايكل، وهذا الجزء يعتبر من الأجزاء الهامة فعلا. الآن لما تطلع أمامك بتشوف السيمبل آيديال رانكان سايكل، هي عبارة عن جزئين، جزء اللي هو بلوك دياجرام بيظهر الأجزاء الرئيسية، هي نفسها اللي شفناها في السيمبل سايكل، بويلر، توربين، كوندنسر، بامب اللي هي الفيد بامب. الآن في عندي هنا أرقام، المية اللي داخل على البامب نقطة واحد، المية اللي طالعة من البامب وداخل على البويلر نقطة اتنين، بين البويلر وبين التوربينة طبعا في عندي بخار سوبر هيتد النقطة الثالثة، النقطة الرابعة اللي هي وهي نقطة مهمة جدا اللي هي مخرج البخار
المستنفذ مخرج البخار المستنفذ من التوربينة ومتجهة إلى الكوندنسر حيث تتحول بالكامل إلى ليكويد ومن ثم تعود مرة أخرى إلى البولر من خلال الهاي بريشر فيد بومب. الآن في عندي TS diagram اللي هو T temperature والS اللي هو الانتروبي. العلاقة بين التمبريتشر والانتروبي الآن واضحة جدا في هذا المنحنى. 1-2 اللي هي 1-2 اللي هي عبارة عن ضخ إدخال طاقة، زي ما تلاحظ هنا pump مكتوب هنا work in اللي هو الشغل in، يعني أنا فعلا هنا ببذل طاقة بحيث أني أضخ المية وأرفع ضغطها من الكوندنسر بريشر للبولر بريشر، يعني من الكوندنسر اللي هو أتموسفيريك أو أحيانا فاكيوم، وهنا بنحكي عن 50 إلى 60 bar، يعني بنحتاج إلى مضخة، الصراحة مضخة خاصة جدا اللي تستطيع أنها تعطي ما يكفي من ضغط ومن فلو أيضا كيو. 1-2 2-3 هو عبارة عن constant pressure line، يعني الضغط في النقطة 2 وامشي في الخط هذا لعند ما تصل للنقطة 3 كله ضغط ثابت. الآن اللي هي 2-3 اللي هي ايش؟ اللي هي البولر QN زي ما انت شايف هنا QN اللي هي الحرارة اللي يتم تحويلها في الفيرنس أو في الهيت ريكفري سيستم وتمتصها المياه الموجودة داخل البويلر وتتحول إلى بخار. الآن من نقطة ثلاثة اللي هي نقطة خروج البخار السوبر هيت طبعا المحمص من البويلر إلى التوربينة، النقطة ثلاثة هنا طيب إذن 3-4 زي ما أنت شايف اللي هي constant entropy خط متعامد على المحور السيني أو الإكس أكسس. 3-4 هي عبارة عن، لاحظ إيش مكتوب هنا، work على التوربينة. إذن هنا أنا بحصل على طاقة من التوربينة زي ما أنت شايف اللي هي على العمود هنا اللي هي الwork out. 4-1 اللي هي الكوندنسر Q out اللي هي الحرارة اللي يتم فقدها في مياه الكوندنسر وتفقد في سواء كان كولينج تاور او كان هيت اكسشينجر عادي، و يتحول من 4-1 يتحول هنا الخليط من الساتوريتد ستيم والليكويد وحتى سوبر هيتد، بعض السوبر هيتد لا اسف سوبر هيت ساتوريتد ستيم يتحول الى ميه بالكامل يتم ضخه من خلال الفيد بومب مره ثانيه على البويلر. الان اللي هي the Rankine cycle processes اللي هم الحالات الأربعة في Rankine cycle زي ما أنت شايف. 1-2 isentropic compression، 1-2 isentropic compression يعني ضغط تحت entropy ثابت، هي عمود خط عمودي على ال x axis. 2-3 اللي هو سميناه constant pressure line، 2-3 constant pressure heat addition when in a boiler، هي 2-3 هي 2-3 اللي هو QN ادخال الحرارة الى البويلر في الفيرنس من خلال البيرنرز او من خلال الهيت ريكفري سيستم اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الـ في الكومباين سايكل. 3-4 isentropic expansion in turbine، 3-4 اللي هي بتمدد فيها البخار بسموها expansion داخل التوربينة، يعني هنا 3 ضغط عالي، إذن 4 بده يكون ضغط منخفض، فعلا 3 زي ما انت شايف ضغط عالي و4 ضغط الكوندنسر يعني ضغط منخفض جدا. نقطة 4 الآن 4-1 اللي هي constant pressure heat rejection in the condenser، heat rejection يعني طرد، 4-1 طرد للحرارة في مياه الكوندنسر ويتحول بالكامل عند النقطة 1 إلى liquid، هذا الليكويد يتم ضخه مرة تانية من خلال الفيد بومب إلى البويلر.
ارجو انه يكون البروسيسز الاربعه هذول واضحين. طبعا في خلال هذا اللي هو ان شورت الان التفصيل موجود من water enters the pump at state 1, نفس اللي شرحناه موجود في الصفحه 6 والصفحه 7, هذول بتراجعوهم. وانا اعتقد انه بعد الشرح البسيط او المقدمه البسيطه هذه راح تكون الامور واضحه تماما امامكم. الان واضحه صارت عندنا الرانكان سايكل والبروسيسس الاربعه تبعتها اللي هي 1 2 2 3 3 4 4 1. طيب هل في امكانيه للتعمق الان في عمليه في كيف نحسن من كفاءة هذه الدائرة اللي هي رانكاين سايكل؟ تحسين إذن الشق الثالث الآن في لقائنا اللي هو How can we increase the efficiency of Rankine cycle؟ كيف نحسن من كفاءة الرانكاين سايكل؟ هل في إمكانية لتحسينها؟ نعم في إمكانية. طيب كيف؟ في عنا ثلاث حالات وكل حالة راح ندرسها بالتفصيل بمنحنى الخاص فيها. Steam power plants are responsible for the production of electric power and the propulsion of large ships in the world. And even small increases in thermal efficiency can mean large savings from the fuel requirements. نحن الآن نتحدث عن اي تحسين. ستيم باور بلانتس مسؤوله, اللي هي الستيم باور بلانتس مسؤوله عن معظم توليد الكهرباء, عمليات توليد الكهرباء في العالم, بالاضافه لدفع السفن الضخمه والعملاقه, سواء كان سفن ناقلات نفط او حاملات طائرات, اي محركات عملاقه. بنحكي عن استهلاك يومي يصل الى مئات الاطنان في كل وحده بخاريه. هذه الكميه اذا وفرنا ولو وتوفير بسيط, يعني تحسين في ثيرمال إفشنسي, أي تحسين بسيط في ثيرمال إفشنسي على المدى البعيد أو في نهاية العام, سنجد أنه في عندنا great savings أو وفر كبير في التكلفة تبعت التشغيل. الآن بقولك next we will discuss the three ways of accomplishing this, اللي هو عملية how can we improve the efficiency, كيف نحسن الإفشنسي. أول حالة اللي هي lowering condenser pressure, برضو حطيت لي هنا هو منحنى واضح بفرجيني كيف كيف سيتم تحسين كفاءة الرانكاين سايكل من خلال تنزيل او تخفيض, lowering يعني the condenser pressure. الكوندنسر اللي هو حكينا اللي هو النقطة 4-1 اللي يتم فيها فقد الحرارة من البخار المستنفذ اللي هو نقطة 4, وحكينا انه نقطة 4 هذه نقطة حساسة ومهمة جدا في تشغيل محطات البخار. لو درسنا باختصار ايش هو اللي كاتبه, steam exists as saturated mixtures in the condenser. steam exists as saturated mixture in the condenser at saturation temperature corresponding to the pressure inside the condenser. ايش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انه البخار الان يتحول الى ليكويد, طبعا بخار النقطة 4 اللي هي طالعة من التوربينة, قلنا 3 4 احنا داخل التوربين اكسبانشن. الان النقطة 4 يتم من خلالها فقدان الحرارة ويتحول البخار المشبع الى مية, احنا الهدف منه تحويله الى مية. الان النقطة 4 1 اللي شايفينها هذه 4 1 اللي هي تحول البخار الى مية. طبعا احنا عندنا تي اس دياجرام بفرجينا, اذا لو اخذنا ال 4 1 ومشينا بخط افقي, هنا في عندي نقطة في المحور الواي اكسس المحور العمودي اللي هي تعادل او بتعطيني الحرارة اللي يتم فقدان تحول البخار عندها الى مية. لو نزلنا الضغط زي ما انت شايف من 4 ل 14, طيب ايش اللي بيصير؟ الآن يتحول في النقطة 14 يتحول البخار إلى مية. طبعا احنا نزلنا بدرجة الحرارة, ها إذا كان نزلنا بالضغط, إذا نزلنا بالحرارة, إذا صار في عندي انخفاض في درجة الحرارة, إذا
درجة الحرارة اللي أنا حولت عندها البخار لما صارت أوطى، لما صارت أوطى من الحرارة اللي هي تعادل النقطة 4، صارت الحرارة تعادل النقطة 14، إذن صار عندي مسافة مظللة هنا. هذه المسافة المظللة under curve، هذه على طول هي عبارة عن work done، هي عبارة عن مكسب. أي زيادة بالمسافة area under curve معناها زيادة في كفاءة الدائرة، وهذا بالضبط اللي بيصير. هذا lowering the operating pressure، تخفيض الضغط العامل عنده في الكوندنسر of the condenser automatically إيش lowers the temperature of the steam، بنزل حرارة الستيم and thus the temperature at which heat is rejected. على طول لما نزلنا حرارة البخار، إذا نزلنا الحرارة اللي يتحول عندها هذا البخار إلى مية، إذا أنا صار هذا مكسب بالنسبة لي. The shaded area اللي هي المساحة المظللة، هاي اللي هي بين 4 و 14 زي ما أنت شايف، بين 4 و 14. The shaded area on the diagram represents the increase in the network. أي زيادة في المساحة under curve هي عبارة عن increase in the network output as a result of lowering the condenser pressure. P4 to P4 يعني من P4 داش، إذن من 4 ل 14 إحنا الآن زدنا المساحة under curve بالضبط، هذه على طول تتحول إلى زيادة في الكفاءة. The heat input requirements also increases represented by area under curve 2 داش لين. This increase is very small. الآن هو بيحكي بين 4 و 14 المساحة هذه هي زيادة في الكفاءة، زيادة في كفاءة الحرارية لهذه الدائرة، ولكن احنا عشان الآن نزلنا الضغط ونزلنا الحرارة راح نضطر لما من 1 ل 2، شايفين 1 ل 2 اللي هي ايش 1 ل 2؟ هي عبارة عن رفع ضغط المية من الكوندنسر بريشر لايش؟ للبويلر بريشر. هذا شرحناه منذ دقائق. إذن بدل ما أرفع من 1 ل 2 صار في عندي من 1 داش ل 2 داش. هذه عبارة عن لص، هي عبارة عن زيادة في الطاقة اللي أنا ببذلها عشان أدخل المية إلى البويلر، ولكن it is very small and can be negligible، ممكن نهملها لأنها ليس لها قيمة. إذن الآن الاختصار، إذن lowering the condenser pressure، تخفيض الضغط الكوندنسر يؤدي إلى زيادة في كفاءة الدائرة، هذا الآن أثبت من خلال المنحنى. الحالة الثانية اللي هي superheating the steam، أنا الآن ببحث عن زيادة المساحة under curve، زي ما زدناه من ناتج عن تخفيض ضغط الكوندنسر، الآن برضو بدي أعمل superheating، تحميص أو تسخين البخار المشبع وتحويله إلى بخار محمص. superheating the steam to high temperature، إلى حرارة عالية. طلع على المنحنى اللي موجود أمامي، برضو TS diagram temperature entropy، نفس المنحنى، 1 2 ضغط، 2 3 constant ضغط طبعا المضخة، ودخلنا في البولر 2 3 اللي هي constant pressure line، هذا من 3 3 4 اللي هي expansion in the turbine، 4 1 اللي هي heat exchange in the condenser، 1 2 إعادة الضغط مرة تانية. فإيش بحكي هو هنا؟ The average temperature, the effect of superheating the steam to higher temperature on ideal Rankine cycle. الآن هو بيحكي على زيادة درجة حرارة البخار. The average temperature at which heat is transferred to the steam can be increased. إذن يمكن زيادة معدل الحرارة أو حرارة البخار without increasing the pressure. بدون زيادة الضغط. لاحظ النقطة 2 إلى نقطة 3، الآن زدناها من 3 إلى 3 داش، حسب ما شرح سابقا في الوحدة الأولى، إذن من 2 إلى 3 إلى 3 داش كله constant pressure line. إذن إحنا لا نتكلم الآن عن زيادة في الضغط، نتكلم فقط عن زيادة في درجة حرارة البخار، يعني تسخين البخار. البخار أصلا هو saturated، مشبع. بعد النقطة، بعد النقطة هذه يبدأ في التحول إلى superheated. إذن 3-3 داش هي عبارة عن superheated steam، سخن وزيدنا في حرارته. طيب.
The average temperature at which heat is transferred to steam can be increased without increasing the pressure. بدون زيادة البرشر اللي هو الضغط by superheating the steam to high temperature. تمام. The shaded area on the diagram represents the increase in the network. إذن shaded area اللي هي المساحة المظللة 3 داش انزل عند 4 داش. هذه المساحة المظللة هي زيادة في مساحة area under curve، يعني زيادة في الكفاءة. The total area under the process curve 3 داش اللي هو طبعا بيحكي على لازال بيحكي على shaded area represents هذه ممثلة increase in the heat input زيادة في الطاقة الحرارية، الطاقة الحرارية اللي أنا بدخلها الآن في الوحدة. Thus the overall effect is an increase in the thermal efficiency. إذن الآن بنحكي عن زيادة في الكفاءة الحرارية لكل السايكل. Superheating the steam to higher temperatures has another very desirable. إذن إحنا زدنا المساحة، تمام هذا واضح، زدنا المساحة under curve، إذن زدنا thermal efficiency للسايكل. بس لاحظوا حاجة غريبة، 3 لما زدناها ل 3 داش constant pressure، إذن الآن البخار لما بده يتمدد في التوربينة بده يتمدد مش من 3 ل 4، بده يتمدد من 3 داش ل 4 داش. لاحظ إذا انتقلت نقطة 4 اللي هي نقطة إيش يا شباب؟ اللي هي نقطة خروج البخار المنهك المستنفذ من التوربينة ودخوله إلى الكوندنسر. هذه النقطة مهمة جدا. ليش؟ لأنه إذا كان البخار اللي النقطة 4 متجهة في اتجاه الساتوريشن زي ما أنت شايف، يعني اللي هي نقطة 4 الآن saturated steam. Saturated steam يعني wet steam. Wet يعني في رطوبة. احنا بنحكي عن توربينة وبنحكي عن سرعات عالية جدا بتدور هالتوربينة، 7-8000 10000 لفة. التوربينة هذه لما بتدور ويكون في بخار مشبع يؤدي إلى إيروجين وأبريجين وتآكل، وأخطر من هيك وجود الرطوبة يعني وجود تآكل وصدى. إذن راح يصير تآكل في مخرج التوربينة أو في المراحل الأخيرة في الديسكات أو في الشفر تبعت التوربينة. لما زدنا الـ area under curve اللي هي من 3-3-4 بزيادة الحرارة السوبر بزيادة حرارة الستيم صار 3 داش، إذن النقطة 4 اتجهت في اتجاه الدراي بوينت اللي هي نقطة الجفاف اللي هي هنا. طبعا كل ما اقتربت من اليمين معناها قلت الرطوبة في البخار اللي طالع من التوربينة، وكل ما اتجهت باتجاه اليسار زادت الرطوبة في البخار. إذن الأفضل الانتقال إلى اليمين. طبعا الانتقال إلى اليمين أقرب ما يكون إلى نقطة الدراينس. إذا كان أطلقت بخار نقطة 4 وخشيت في السوبر هيتد، إذن أنت فقدت جزء من الطاقة اللي أنت كلفتك فلوس، وهذه طبعا مفقودة في الكوندنسر. إذن النقطة 4 الآن داش هي النقطة المثالية اللي هي أقرب ما يكون للدراينس وأبعد ما يكون عن الوتنس. أرجو أن يكون هذا واضح لأنه هذا مهم جدا، مهم جدا في وسيظهر ذلك الآن خلال دقائق. إذن سوبر هيتينج ذا ستيم له فائدة أخرى. To a higher temperature has another desirable effect. له تأثير إيجابي آخر، مش بس زيادة المساحة under curve وزيادة الكفاءة، لا. It decreases the moisture content. تقلل من محتوى الرطوبة moisture يعني بلل of the steam at the turbine exit في نقطة الخروج، نقطة الخروج turbine exit. وهذه مهمة جدا 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 في حماية التوربينة من التآكل والصدى. طيب الآن إذا صار عندنا حالتين، الحالة الأولى اللي هي A كانت lowering the condenser pressure زاد area under curve. الحالة الثانية superheating the steam to a high temperature وبرضو زي ما احنا شايفين زادت الـ area under curve، وكان في إلها برضو ميزة أخرى عظيمة الصراحة ممتازة، إنه زدنا الجفاف أو dryness في الستيم اللي طالع النقطة 4 وحمينا التوربينة. طيب في كمان حالة ثالثة ورائعة الصراحة ومهمة اللي هي increasing the boiler pressure، وهي الرسمة تبعي. الرسمة تاعتها يعني تبدو شوية ملخبطة ولكن هي برضو بسيطة زي سابقاتها.
the effect of increasing the boiler pressure on the ideal Rankine cycle. الآن increasing the operating pressure of the boiler يعني زيادة الضغط داخل البويلر من 20 بار ل 30 بار ل 40 بار. لاحظ الآن التوربينات الحديثة تصل الغليات الحديثة تصل إلى 50 و 60 وحتى 70 بار. Increasing the boiler pressure of the operating pressure of boilers will raise the temperature at which the boiling takes place. من المعروف إنه لما نرفع الضغط أوتوماتيكيا البويلينج بوينت بترتفع، ولما ننزل الضغط أوتوماتيكيا البويلينج بوينت أو نقطة الغليان تنخفض. هذه ظاهرة طبيعية وإحنا عارفينها ودرسناها في سيستمز 1 سابقا، ولها تطبيقات عديدة في الهندسة الميكانيكية. الآن خلينا نكمل. The effect of increasing the boiler pressure on the performance of the cycle is illustrated on the figure. طبعا بحكي على الفيجر المظلل أمامك الآن. طبعا أول حاجة بده يثبت التمبريتشر، لأنه إحنا بنحكيش عن متغيرين في ذات اللحظة، إحنا الآن بنناقش فقط للبرشر. إذن بده يثبت التمبريتشر. لاحظ النقطة 3 بريشر كونستانت بريشر لاين، والنقطة 3 داش برضو كونستانت بريشر لاين، بس 2 3 إلها ضغط، 2 داش 3 داش ضغط أعلى كتير. لاحظ إنه الضغط بين الخط هذا والخط هذا في مساحة كبيرة في أندر كيرف، يعني الآن زيادة، ولكن احنا بنتكلم عن constant temperature. طبعا المحور الصادي او الواي اكسس temperature، اذا الحرارة بدنا نثبت الحرارة 3 3 داش. لاحظ اخذ نقطتين في نفس المستوى، امشي بخط افقي، اذا ثبتنا درجة الحرارة. نكمل. اذا فور هنا المقصود فور فيكست، هيو فيكست هنا محطوط تحتها خط فور فيكست تربين انلت، اللي ايش يعني تربين انلت؟ نقطة دخول البخار على التوربينة وخروجه من الغلاية، اللي هي نقطة 3، اللي هي 3 و 3 داش. طبعا 3 لاحظ 3 هي الضغط المنخفض، 3 داش هي الضغط المرتفع. نكمل. The cycle shifts to the left. الغريب انه لو فعلا انت ترسم 2 3 وبعدين تاخذ خط الضغط الاعلى وتحط خط 2 داش 3 داش مع تثبيت درجة الحرارة لدخول التوربينة، راح تلاحظ حاجة غريبة. راح تلاحظ فعلا انه كل اشي سيتجه الى اليسار. هيو shifts to the left. The cycle shifts to the left. Shifts to the left and the moisture content of steam at the turbine exit increases. هنا عندي مشكلة. الآن أنا فعلا زدت الكفاءة، ولكن ستجد أنه النقطة 3 اتجهت إلى اليسار. لما اتجهت إلى اليسار، لما إحنا بنعمل الإكسبانشن داخل التوربينة، طبعا بنحكي عن كونستانت إنتروبي لاين. كونستانت إنتروبي زي ما أنت شايف من 3 داش ل 4 داش. إذن صار نقطة الخروج البخار المستنفذ من التوربينة اللي راح على الكوندنسر اتجه، بدل ما اتجه بدل ما يكون في الأربعة صار 14 اتجه لليسار. هنا مشكلة، هنا صار عندي مشكلة. اتجه إلى اليسار، إذا صار زي ما شرحنا في الحالة السابقة صار في رطوبة، صار في وتنس، صار في بلل، إذا صار في عندي أبريجن اللي هو تآكل نتيجة وجود جسم الماء المكثف بضرب في الشفر التوربينة، بالإضافة لوجود البلل يعني مع التوربينة الحديد، يعني يعني عندي صدى وتآكل. هذا سلبي. إذن بالرغم من الإيجابية في زيادة المساحة، طبعا في عندي هنا increase in the network وهنا decrease in the network نتيجة التوجه إلى اليسار، ولكن المحصلة إيجابية في مصلحة الانكريز. بس المشكلة اللي صارت عندي، صحيح أنا زدت الكفاءة نتيجة إيش؟ أنا تنسوش أنا إيش بناقش؟ أنا بناقش increasing the boiler pressure at constant temperature، ما تنسوش.
The cycle shifts to the left and the moisture content of the steam at the turbine exit HRV زاد. هذه مشكلة. This undesirable, undesirable يعني إيش؟ غير مرغوب فيه. This undesirable effect can be corrected by. هل إلها حل؟ إلها حل. إلها حل للتصحيح؟ أي نعم، المهندسين بغلبوش. By reheating the steam. إيش يعني reheating the steam؟ هذا الموضوع، موضوع اللي فيه رح نختم لقاء اليوم، وموضوع اللي هو عبارة عن صفوة لقاء اليوم أو خلاصة لقاء اليوم، اللي هي اسمها Ideal Reheat Rankine Cycle. طيب إيش يعني Reheat Rankine Cycle؟ باختصار، وأرجو أنكم تأخذوا الموضوع ببساطة مع الخلفية اللي لسه شرحناها والخلفية السابقة اللي عندكم وقدراتكم ما شاء الله على التحليل. بتطلع في المنحنى اللي موجود أمامك وفي البلوك دياجرام برضو اللي موجود على اليسار، ممكن ببساطة إنك تفهم إيش المقصود فيه أو إيش المحتوى. إحنا المشكلة اللي عندنا اللي هي we can take the advantage الآن of increased efficiencies at higher boiler pressures. إحنا حكينا إنه لما رفعنا ضغط البويلر كانت النتيجة ممتازة من ناحية زيادة المساحة under curve وزيادة الكفاءة السايكل، ولكن صار عندي مشكلة حكيناها انه النقطة، اذا فاكرين النقطة 3، خلينا نرجع لها. النقطة 3 لما تمددت داخل التوربينة وطلع البخار من التوربينة على الكوندنسر كان wet steam. هذه مشكلة اتغلبنا عليها بطريقة في منتهى العبقرية والذكاء لمهندسين الصراحة خدموا البشرية. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يطلع من بينكم مهندسين برضو يتميزوا في علم الهندسة والتصميم ويخدموا البشرية ويخدموا شعبهم وأنفسهم طبعا. الريهيت سايكل، قبل ما نبدأ في قراءة المحتوى خلينا نتطلع فيها مع بعض باختصار. 1-2 اللي هو الفيد بومب، 2-3 اللي هو البويلر، بويلر عادي اللي يتم فيه رفع درجة حرارة المياه وتحويلها إلى سوبر هيت ستيم. طيب 3-4 باختصار وببساطة واضحة، 3-4 هي عبارة عن تمدد في التوربينة، البخار السوبر هيتد يتحول إلى بخار ساتوريتد. ولكن هنا لاحظوا حاجة غريبة، انه في عندي توربينتين، تو توربينز يعني، واحدة منها سميناها لو براشر، واحدة هاي براشر واحدة لو براشر، والتنتين زي ما انت ملاحظ راكبين على نفس العمود، يعني التنين بدوروا نفس الشافت، يعني بحركوا نفس المولد او نفس المحرك او نفس رفاص السفينة. ولكن الحاجة الإضافية إنه البخار اللي طالع من البويلر سوبر هيتد ستيم أنا دخلته على الهاي براشر توربين وخرج بالنقطة 4، دخلته مرة تانية عملت له إعادة تسخين، البخار اللي طالع من الهاي براشر بويلر عملت له إعادة تسخين ورجعت دخلته على بويلر تاني ثابت على نفس العمود. إذا صار في عندي هاي براشر توربين ولو براشر توربين، وصار عندي بخار أو تمدد مرتين 3-4. طيب بعدين البخار بعد ما سخن ارتفع مرة تانية الحرارة، ارتفع الضغط مرة تانية فيه بتسخينه مرة تانية، وصار عندي النقطة الخروج البخار في نرجع تاني 3-4 اللي هو تمدد البخار في التوربينة الهاي براشر، بعدين في عندي 5-6 اللي هو تمدد البخار في اللو براشر توربين. هاي بعد ما سخنت البخار دخل مرة تانية على التوربينة وطلع في النقطة 6، الستة طبعا كان البخار مستنفذ ودخل على الكوندنسر. طب وبعدين من الكوندنسر على النقطة 1 مرة تانية اللي انتو عارفينها اللي هي الكوندنسر اللي هي الليكويد،
ويتم ضخه مرة تانية إلى البويلر. الآن نتطلع في التي اس دياجرام، هو نفس التي اس دياجرام اللي أنتوا عارفينه، 1-2 اللي هو 1-2 هيو بمب، دخول ضخ الكوندنسيت أو المية داخل البويلر. طيب 2-3 اللي هو عبارة عن constant pressure line زي ما أنتوا شايفينه داخل البويلر، ارتفاع الضغط داخل البويلر، هذا اللي هو ضغط البويلر، اللي هو ضغط البويلر اللي هو 2-3. طب 3-4 حكينا احنا تمدد المرحلة الأولى، انه يتم تمدد البخار من النقطة 3 إلى النقطة 4. نيجي هنا نشوف هاي النقطة 3، الآن constant entropy نفس الحالات السابقة، بس ما سمحناش، شوف النقطة 4 ما سمحناش انها تكون هي مخرج البخار إلى الكوندنسر، لا رجعنا عند النقطة 4 دخلنا البخار بدل ما نسمح له انه يخش مباشرة على الكوندنسر، لا رجعناه مرة تانية وين؟ هيها النقطة 4 رجعناه مرة تانية على البويلر وسخنا البخار من النقطة 4 إلى النقطة 5، طلع مرة تانية صار عندي بخار. أوكي الضغط تبعه أقل ولكن رجعنا لنفس الكونستانت، هاي من 5 و 3 نفس التمبريتشر. إذن رجعنا سخنا البخار مرة تانية، هذه شوف مكتوب هنا كلمة reheat، reheat اللي هي إعادة التسخين، ومن هنا إجا اسم الايديال reheat Rankine cycle، هي إعادة التسخين. طيب إذن 4-5 وين 4-5 هنا؟ هيها 4-5 إذن طلع عندي هنا بخار مرة تانية بضغط أقل صحيح، عشان يكسب منها هذا low pressure turbine، ولكن بحرارة هيها وصلنا مرة تانية للحرارة 5. إذن 4-5 زي ما أنت شايف 4-5 هي إعادة التسخين reheat. الآن 5-6 إيش 5-6؟ هاي 5-6 برضو ايش اللي هي expansion في التوربينة low pressure turbine، هنا مكتوب low pressure turbine expansion في low pressure turbine، والان النقطة 4 استبدلت بالنقطة 6، اذا مخرج التوربينتين الان خلاص اللي هو اخر نقطة يخرج فيها البخار ويدخل الى الكوندنسر اللي هي نقطة 6. النقطة 6 اللي موجودة امامنا الان هي نقطة خروج البخار من اللو بريشر تيربين ودخول البخار عوين على الكوندنسر اللي هو يتحول الى ليكويد عند النقطة 1 وانتهى، رجعنا زي ما كنا اللي هو 1-2 اعادة ضخ البخار مرة تانية الى ورفع ضغطه الى النقطة 2-3. ارجو انها تكون واضحة لانها مهمة جدا، واعتقد انها واضحة وبسيطة. نشوف ايش مكتوب هنا، we can take advantage of increased efficiencies at higher boiler pressure اللي هي الحالة الثالثة as in 3، شايف 3 اللي هي الحالة الثالثة اللي كانت فيها ميزة زيادة الكفاءة ولكن كان فيها عيب زيادة الرطوبة او moisture without facing the problem of excessive moisture at final stage of turbine اللي هي اخر مراحل في التوربينة by applying the following arrangement. ايش هي الارنجمنت اللي شرحناها الان؟ the following arrangement اللي هي المراحل هذه، خلينا نشوفها مع بعض. فولو ايش هي؟ expand، صراحة كلام رائع واضح، expand the steam in the turbine in two stages، اذا يتم تمدد البخار in two stages، يعني ايش هيها؟ 3-4 مرحلة و 5-6 مرحلة، هيها 3-4 مرحلة يعاد تسخين وبعدين 5-6 اذا في التوربين الهاي بريشر وفي اللو بريشر. تمام اذا ان ذا فيرست ستيج في المرحله الاولى اللي هي اللي سميناها هاي بريشر توربين ستيم از اكسباندد ايش ايزنتروبيكالي يعني كونستانت انتروبي تو ان انترميديت بريشر مش لضغط الكوندنسر لضغط متوسط انترميديت بريشر وبعد ما نعمل له ايش and sent back to the boiler وبنرجعه مرة تانية لاحظ انه تم 3-4 هاي 3 بعدين رفعنا حرارته مرة تانية كيف رجعنا ادخلناه هنا مرة تانية على البويلر وبعدين بعتناه على التوربينة اللي هي low pressure turbine هاي هو هذا اللي بيشرحه الرجل it's reheated at constant pressure steam then expands in the second stage صار عندي expansion مرة تانية اللي هي في اللو بريشر تيربين اللي هي 5-6 السكند ستيج
steam then expands in the second stage اللي هي بسميناها low pressure turbine لايش الآن اللي هي نقطة ستة اللي هي condenser pressure ومنه يتحول بالكامل إلى سائل. لاحظ أنه قريبة جدا من خط الدراينس الجفاف، يتحول من ستة إلى واحد يتحول إلى سائل ويتم ضخه مرة تانية واحد تنين واحد تنين إلى البويلر. الآن انتهى لقاء اليوم، وأنا أعتقد أنه تم الآن شرحه بطريقة مبسطة، ويمكن لكم الآن تراجعوه ببساطة لأنه الآن بسطنا بكل الإمكانات المتاحة. طبعا كنت أتمنى أني أكون موجود أمامكم في قاعة المحاضرات عشان أستقبل أسئلتكم، ولكن أضعف الإيمان، إحنا الآن عندنا محاضرة واضحة، الدياجرامز واضحة، الشرح كمان شرحنا اللي هو الرانكان سايكل بروسيسز اللي هي المراحل الرانكان اللي هم الأربعة، بعدين الرانكان خشينا how can we increase the efficiency of the رانكان سايكل وزيادة الكفاءة. أول حاجة كان lowering the condenser pressure، تاني حاجة superheating the steam to a higher temperature، والحالة الثالثة اللي هي increasing the boiler pressure، وكانت فعلا فيها زيادة في الكفاءة، ولكن كان في عندي مشكلة انه الاربعة انتقلت الى اليسار 14، زادت الرطوبة داخل البخار اللي طالع من التوربينة، اتغلبنا عليها بالريهيت سايكل الرائعة اللي هي معتمدة الان في كل محطات الطاقة الموجودة في العالم اللي طبعا تشتغل على البخار. اتمنى انه يكون لقاء اليوم ممتع، واتمنى اني اكون تمكنت من ان اوصلكم المعلومة. انا جاهز لاستقبال اي ملاحظات من خلال جوجل كلاس روم على الموقع، وان شاء الله لقائنا راح يكون زي ما حكينا اللقاء القادم اللي هو الاحد القادم اللي راح نشرح في الستيم توربينز بالكامل ان شاء الله، الثلاث انواع من الستيم توربينز والكونفيجوريشن مختلفة تاعتها. راح أعطيكم فكرة قبل المحاضرة بيوم وأعطيكم بريف عنها. أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لكم إجازة ممتعة وأوقات ممتعة، وإن شاء الله إلى لقاء قريب. شكرا لكم جميعا.